أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بحسب المروي ما جاء في سورة العلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما علمونا إياه في المدارس وما كنا عليه إلى أن بصرنا الله تعالى بحقيقة الأمر، أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وهو في غار حراء فقال له اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ. هذه كلنا نعرفها، هذه القصة، هذه الأكذوبة، هذه الفرية ربونا عليها. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. رحنا نفتش منين جبتوها لهذه، بكتب الدين، كتب التعليم الديني موجودة هذه القصة، مصدرها من وين؟ فوجدناها في كتاب صحيح البخاري. في كتاب صحيح البخاري فيها تفصيل. هم على مود احنا في المدرسة وأطفال مختصرينها، أما واقعها هكذا. نزل جبرائيل اقرأ، وبالنبي طبيعي بحسب رأيه يعني لهذا الراوي أنه صوت جديد نزل عليه، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه وغطه. في اللغة الغط العصر، مو غطاه، غطه، عصره، يعني نوع من العقاب له. اقرأ ما أنا بقارئ، فأخذه وعصره ثم أفلته. وقع النبي في الأرض، عندما استعاد قوته وجلس قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أخذ مرة ثانية وعصره، ترك. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا نسجل علامات استفهام مع علامات تعجب. مفترض الذي أرسل جبرائيل من هو؟ الله. أرسله إلى من؟ إلى رسول الله. مفترض الله حكيم، والمفترض عندما يختار واحد مثل محمد صلى الله عليه وآله فقد اختار حكيما. ما يصير يختار للرسالة وللنبوة رجل غير حكيم، هذا متفقون كلنا عليه. جاء جبرائيل، وجبرائيل حكيم بعد سيد الملائكة، قال له اقرأ. السؤال الأول، ليش يا جبرائيل ما قلت له اقرأ باسم ربك الذي خلق من أولها؟ ليش تحب تلعب بخلقة النبي صلى الله عليه وآله؟ وقل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. لو شايف عندك وقت فراغ يعني تحب تتسلى به، اقرأ. وسكت. المفترض النبي لا يقول له ما أنا بقارئ، مفترض أن يسأله ماذا أقرأ، مو يقول له ما أنا بقارئ. وأنا ما قلت لك تعال خذ هذه ورقة واقرأ منها حتى تقول لي ما أنا بقارئ، قلت اقرأ، تقول ماذا أقرأ. إذا تريد أن تقول شيء زين سأقرأ أنا من بعدك، أرد وراك خلفك، وإذا لا ساعتها أقول لك أنا أقرأ لو ما أقرأ. شوف الإشكال الأول، ليش قال له اقرأ وسكت. الإشكال الثاني، لماذا قلت له ما أنا بقارئ، قل له ماذا أقرأ. الإشكال الثالث، هنا الطامة الكبرى، زين قال لك ما أنا بقارئ، وليش عصرتها العصرة، حرام عليك، إيش سوى؟ هو قال لك ما أنا بقارئ، عصر تلك العصر. والنعم ملك من قبل الله تعالى جاي تمارس إرهاب على هذا الرجل، لو جاي أنت تبلغ الرسالة، عصر. استعاد النبي أنفاسه كأنه رجل من الأمن جايين. اقرأ، لك يا أخي حرام عليك، قلت له اقرأ وقال لك ما أنا بقارئ وعصرته، خلصنا، اقرأ مرة ثانية، كملها. هذا الإشكال الرابع، ماذا أجابه برأي البخاري؟ قال ما أنا بقارئ. يا رسول الله، أول مرة قلت له ما أنا بقارئ عصرك ذيك العصرة، وغير الجواب ثاني مرة، تعد له نفس الجواب راح يعصرك، وبالفعل عصره، لا إله إلا الله. ثالث مرة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. مشكور، شكرا كثيرا، يعني 5 نجوم، يا تكون الرسالة هالشكل يا بلا. هذه إهانة لرسول الله، وإهانة لجبرائيل، وإهانة لله سبحانه وتعالى. جبرائيل ملك، ليس له أن يتحكم بالنبي أو يجي يفصل على رأيه وعلى كيفه. حتى لو قال له شيء والنبي اعترض أو سأل أو سكت،
ليس له بالحق أن يكون بأي تصرف. جبرائيل خادم لرسول الله، وشرف له أنه كان خادما بين يدي رسول الله، كان يفتخر بخدمته لرسول الله. الله ألبسه رداء وقلده وساما لم يكن لأحد من الملائكة حين خص به محمدا صلى الله عليه وآله بأن يكون خادما لمحمد. يجيك يقول لك قال ويعلمونا عليها واولادنا واحنا نفس الشيء ربينا وماشيين عليها، وهي اهانه للنبي واهانه للقران واهانه لله تعالى. ايضا يا ريت بعض المسلمين يعني يحاول يعيد الكتابه، يحاول يعيد قراءه التاريخ وقراءه التفسير، ويقرا رسول الله صلى الله عليه واله في رتبته التي رتبه الله فيها. إذا لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف شيء، كيف يكون أميا ويعلم العالم؟ هذه الأمة الإسلامية اليوم تفتخر بعلومها، علوم الإمام الصادق ليقولون أسس الجامعة العلمية بكل أنواع العلوم، في الفيزياء والكيمياء والهندسة والفلك، وعلم الطب وعلم التفسير والقرآن والفقه والدين وكل شيء. هذه الجامعة الكبرى من وين اجت؟ الإمام الصادق من وين يقول؟ ما يقول حدثني جدي رسول الله. إذا كان النبي أمي فكيف العالم يرجعون بالعلم إلى رسول الله؟ كيف الكلام؟ كيف أمي يعلمهم؟ والقرآن يقول وهو الذي بعث أو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم. كيف أمي ويعلمهم؟ هاي كيف تركب؟ ما تركب. فإذا ما معنى الأميين؟ حتى الأميين ما أحد يتصور أنهم جهلة، لكن أريد أبين لك وهي مسؤوليتك بعد البيان أن تحملها إلى كل العالم دفاعا عن نبيك. القرآن يقول للنبي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى من؟ مكة. ليش سميت أم القرى؟ سميت أم القرى لأنها مصدر بخاق القرى، لولا وجود مكة ما موجود قرى حولها. فمكة لها أسماء، من أسمائها ماذا؟ أم القرى واسمها مكة. فمرة احنا نقول هؤلاء الناس مكيون نسبة إلى مكة، ومرة نقول هؤلاء الناس أميون نسبة إلى ماذا؟ إلى أم القرى. نقول هذا أمي، يعني مثل ما تقول اليوم مثلا وفد أممي. ليش نقول الآن ويجينا أحيانا من الأمم المتحدة وفد ماذا؟ نقول زارنا وفد أممي. الآن احنا لما نقول النبي أمي يعني نسبة إلى أم القرى، بعث في الأميين يعني بعث في المكيين، رسولا منهم يعني مكي مثلهم، أمي يعني من أم القرى. واحد يجي يسأل الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله ما معنى النبي الأمي؟ الإمام الصادق قال ماذا تقولون؟ ماذا يقولون عندكم؟ قال سيدي يقولون الأمي لا يعرف القراءة والكتابة، يعني كان جاهل بعدين الله علمه. الإمام الصادق عليه السلام اقرأوها في علل الشرائع. الإمام الصادق عليه السلام يقول كذبوا والله ولعنهم الله. هذا حديث الإمام الصادق. إنما الأمي كيف يكون جاهلا وقد علم الناس؟ إنما الأمي يعني نسبة إلى أم القرى إلى مكة، فهو أبو العلم، وإلا جلبة العلم لا تستقيم في الأمة الإسلامية بدون النبي المصطفى. هذا النبي العالم. يقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآن إذا واحد منكم جالس، أنا راح أضرب المثال بنفسي حتى بعدين نشوف الواقع شيء. أنا قاعد الآن نفترض قبل المنبر وجاي أتكلم مع أحد أصحاب المناصب العالية في البلد، من أصحاب الأموال الكثيرة، إنسان متمكن جدا ماديا واجتماعيا، وجاي يناقشني بمسألة من المسائل وأنا جاي أتكلم وياه. فإجا فد واحد فقير مسكين بسيط طيب،
إجا وقعد قال شيخ أحمد أريد أسألك سؤال. فأنا التفت له نظرت إليه وعبست في وجهه ودرت وجهي عنه. إيه خلينا وياكم، شنو كنتوا تقولوا؟ ماذا تقولون عني؟ بلا أخلاق. لو كان عندك شيء من الأخلاق ما كنت عبست بوجه هذا الفقير. وماذا فعل؟ ما صدر منه شيء يؤذيك حتى تعبس في وجهه. أزيدكم من الشعر بيتا، كيف إذا كان هذا الفقير أعمى ضرير؟ عندها يكون سوء الخلق أشد. إنسان أعمى لن يراني ومع ذلك عبست في وجهه، هذا انحطاط في الأخلاق. واضح الصورة إلى الآن؟ الآن تعال معي إلى القرآن. بربك هل يمكن لعاقل من المسلمين أن يقبل بأن من يقول الله تعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم ويقول في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يكون جالسا مع أحد المشركين الأغنياء الكبار ويأتيه رجل مسلم فقير أعمى يريد أن يكلم النبي، أتصدق ويصدق عقلك وقلبك أن النبي التفت إليه عبس في وجهه ثم تولى عنه؟ هذه أخلاق تنسب إلى سيد الأخلاق ورب الأخلاق الذي يقول الله. طبعا كلمة رب بمعنى السيد لا أحد يتأذى منها، مثل ربة البيت وربة المنزل وربة رب المصنع بمعنى المدبر بمعنى المربي. أتنسب لمثل رسول الله هذه الأخلاق؟ ويأتي الله تعالى لكي يوبخه ويؤنبه والعياذ بالله. عبس وتولى. واسمعوا يا مسلمون واسمعوا أيها العرب واسمع يا كل قارئ للقرآن من اليوم وإلى يوم القيامة، هذا الشخص عبس وتولى متى؟ أن جاءه الأعمى. شوفوا الدقة في القرآن، الله تعمد أن يقول بأن هذا الشخص السائل ماذا كان؟ أعمى، ومع ذلك عبس في وجهه. فالتصرف مؤذي، تصرف قبيح لا يصدر عن عاقل، فكيف يصدر عن سيد العقلاء؟ لا يصدر عن صاحب شيء من الأخلاق، فكيف يصدر عن من يقول الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم؟ مو بس قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم يلتفت إلى العابس وما يدريك لعله يزكى. على أي أساس عبست وتوليت عنه؟ ولعله يستفيد مما تقول، جاء يطلب التزكية، يطلب ما يزكي به نفسه أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يسمع منك كلام ويستفيد من عنده فيكون ذكرى له وينتفع بها. هذا أول تأنيب، ثم يرتقي بالتوبيخ إلى ما هو أعظم وأشد. فأما من استغنى، الغني، فأنت له تصدى، يعني تقبل عليه، تتصدى له، تقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، وآخر همك تزكى أو لم يتزكى، عند فلوس تقبل عليه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذا الكلام كله تريدوننا أن نصدق بأن الله يخاطب به من قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم؟ لا والله ما نقبلها، حاشا لله وحاشا لرسول الله. ومع ذلك تشوف إلى اليوم. أتمنى بيوم من الأيام وإن شاء الله يكون منبرنا منبر بركة ويحرك بعض المشاعر عند بعض المسلمين فيعيدون كتابة تفسير هذه الآيات وينزهون رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الإساءة التي تقع في الصميم بحيث تنسب إليه خلقا لا يصدر من أقل الناس، فكيف بمن أرسله الله رحمةً.